الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية النيابية أن العراق قد يتضرر اقتصاديا جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة مع الاحتلال الصهيوني. وقال عضو اللجنة النائب مصطفى القراوي إن أي حدث إقليمي أو دولي سيكون له تأثيرات على أسعار النفط في السوق العالمي، وهذا الحدث ربما يساعد في انخفاض أو ارتفاع النفط، وبالتالي سيكون له تأثير على العراق، خصوصا أن العراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط في تمويل الموازنة. وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2023، إلا أنه سيهبط إلى متوسط الأسعار حتى يصل إلى 81 دولارا خلال العام القادم. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مشيرا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 163 ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 161 ألف دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث سجل في محال الصيرفة سعر البيع 161.900 دينار مقابل كل 100 دولار، أما سعر الشراء فقد سجل 161.800 دينار لكل 100 دولار. قفزت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 13% إلى 20 مليار و230 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، حسب ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي. وذكر المعهد أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 53% عن العام السابق، ووصلت لمستوى قياسي عند 46 مليار دولار و 260 مليون دولار، مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس. وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية قد ذكرت الشهر الماضي أن البلاد استقبلت خلال الشهور الماضية الأولى من العام الجاري 36 مليون و754 ألف سائح. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة قبيل اجتماع بنوك مركزية عالمية رئيسة هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 85 دولارا و30 سنتا للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% في الجلسة الماضية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 81 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية تراجع صادرات الحبوب إلى 9,240,000 طن في الموسم التسويقي لعام 2023 و2024، ولم تقدم الوزارة بيانات مقارنة مباشرة، لكنها قالت إن أوكرانيا صدرت حتى الثاني من شهر تشرين الثاني في العام الماضي 13,380,000 طن من الحبوب. وبينما لم توضح الوزارة أسباب الانخفاض، أرجعه تجار واتحادات مزارعين إلى إغلاق موانئ البحر الأسود الأوكرانية والهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.